والد التامر حسني تظهر لأول مرة في وسائل الإعلام، شاركته حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد بحبك، وخطفت الأنظار بحضورها الراقي المميز، وتداول رواد السوشيال ميديا صورها بشكل كبير. احتفل الفنان تامر حسني بالعرض الخاص لفيلمه الجديد بحبك، وشاركه الحضور عدد كبير من أبطال العمل وصناع الفن، بالإضافة إلى حضور زوجته وحضور خاص لوالدته. لفتت والدة تامر حسني الأنظار لها، خاصة وأنها لم تعتد الظهور بشكل رسمي أو إعلامي طوال مشوار تامر. ارتدت والدة تامر ملابس سوداء مع حجاب أنيق من ألوان البيج الهادئ، ونالت صور والدة تامر حسني تداول كبير عبر منصات السوشيال ميديا، وأشاد عدد كبير من رواد هذه المواقع بأناقة والدته والشبه الكبير بينها وبين تامر حسني. والدة تامر حسني انفصلت عن والده وهو في عمر صغير، وتسبب ذلك في إصرار تامر على إيجاد فرصة عمل لتوفير مصاريف لأسرته، خاصة وأن والدته كانت لا تمتلك أي عمل. عمل تامر حسني كبائع مناديل وعطور وغيرها من المهن البسيطة والتي تناسب سنه، لكنه أصر على أن يتجه للفن ليحقق حلمه ويكشف عن موهبته. وخلال السنوات الماضية حصل تامر على لقب نجم الجيل وتألق في الغناء والتأليف والتلحين والإخراج. تامر حسني تزوج من المغربية بسمة بوسيل وأنجب منها 3 أبناء، وكان حريصاً طوال الفترة الماضية على إخفاء أبنائه عن السوشيال ميديا، وذلك حتى يستمتعوا بحياتهم بشكل طبيعي. لكن مؤخراً ظهرت بناته على المسرح في إحدى حفلاته، ووعد جمهوره بالظهور برفقة نجله الوحيد آدم في أقرب وقت. زواج تامر وبسمة بوسيل مر بالعديد من الأزمات حتى وصلت لرغبتها في الانفصال عنه، وأعلنت ذلك عبر السوشيال ميديا ثم تراجعت وحذفت المنشور. وأكد تامر وقتها أن ما حدث مجرد سوء تفاهم وخلاف بسيط أساءت بسمة فهمه، ومنذ هذه الواقعة ويحرص الثنائي على الظهور معا في الأماكن العامة والتعبير عن حبهما لبعض.